توافق بين حارس المرمى وخط الدفاع العرضية راشية ولد يا ولد برافو إذا هاجمت سجل ولا بلا إذا هاجمت سجل ولا بلا يا ديما حلوة منها والراسية تأتي بين العرضية جاءت ديما والراسية سجلت هنا من المهم مدخلي وسعيد مدرب الرائد طبطب على الرأس طبعا هو اللي جاب الجول وبالتالي حلوة من شوف 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 عرضية جميلة جدا يا سلام يا سلام تدخل ولا أحلى منه بالرأس يا سلام عليك يا ولد تعود هجمة أهلاوية معتزل موسى هجمة للأهلي تسديدة من بعيد يا حلاوتك يا تيسير بعض الأهداف أحلى من بعض وهدف تيسير حلو جدا في مرمى الرائد في الدقيقة 37 من المباراة جميلة جميلة يا تيسير على يسار حارس مرمى الرائد حلوة جدا فكرة جميلة وتسديدة جميلة على يسار المرمى وبالتالي يعادل الأهلي النتيجة في مرمى الرائد هدف لهدف قبل أن ينتهي الشوط الأول بسبع دقائق شوف حلوة عدى بمهارة ولعبها الحقيقة في مقص الزاوية صعبة جدا على حارس المرمى كسار واللعبة خطرة مقطوعة من دفاع الرائد صعبة ركلة جزاء يحتسبها الحكم لصالح الفريق الأهلاوي ركلة جزاء يحتسبها تدخل عماد الحسني بالرأس ولعبة خطرة داخل منطقة الجزاء وبالتالي احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الأهلاوي ركلة جزاء 41 شوف تدخل من عماد وكرة خلفية ملعوبة بشكل صعب شوية وبالتالي سلامات أيضا وقوع لاعب الرائد كان صعب شوية ماجد هزازي ركلة جزاء فيكتور على التنفيذ فيكتور من الأهلي أو على التنفيذ أيضا زين 30 هدف من ركلات الجزاء فيكتور يتقدم الجمهور الأهلاوي يؤازر فيكتور فيكتور يلعبها العارضة تصدها أضاع ركلة جزاء أمام التعاون على هجمة للأهلي ملعوبة جميلة جهة اليمين محاولة لا تزال فرصة أهلاوية تأتي وبالتالي